يدخل هواء بارد لبيتكم ومنتجون من يم الباب ما تعرفون منين يدخل؟ سهلة الطريقة. تجي إذا أنت من خليت إيدك من هنا أكو تشققات بالحائط، شو تسوي؟ تجي يم الشق بالدرج تزرف زرف زين حسب وين عندك مكان، تجيب الفوم هذا زين، يجي للفوم تجي هاي بي، انت راح تستخدم هذا مره واحده، دخله جوا تعصر الفوم، تجي من هنا هنا هم اذا عندك هواء بارد. انا شنو سويت؟ جيت من كانت بارده خليت ايدي عرفت المكانات وين زين، عرفت يجي لي هواء بارد واكو شق من هنا من اخليه يجي لي هواء بارد. شنو قمت بالدريل؟ جو حلو عبيته فوم عالداير. وعندي كان الحمام هذا دائما بارد، هم هو بارد ما اعرف منين يجي، قمت زرفت زروب دائره ما دائره من هنا وخليت فوم. هذا يبيعونه بوال مارت كل مكان موجود دائما، اجي يم الشبابيك زين، شوف هوا بارد يجيك زين، انجك فوم. هاي هنا قاعد عندي هذا هم عندي الشيء، طبعا زرفته بالادرين خلصوا هاي. وهم شيء من تكضونه لازم تكضونه upside down هيك حتى يطلع. هذا خلصته هنا أنا كان عندي وهنا أنا. وعندي هنا أنا هم شوفوا عبيته هم كان يدخل هواء بارد. أنا شنو قلت لكم أشيك بالبيت وين عندي هواء بارد زين، أجي أخلي إيدي هسه صار الجو حلو وقيت وقت. تحياتي لكم. طبعا نشوف الفوم منين اجى، طلع من هنا ها هذا هو كان يجينا هواء بارد.